السلام عليكم. في هذا الدرس سنعرض الريبورت اللي احنا قمنا بتصميمه. طبعا بعد ما احنا نقلناه على البروجكت تبعنا وضفنا ملفات الجي ار الخاصه بالجاسبر ريبورت وخاصه بالماي سيكوال، عملنا هنا واجهه بسيطه جدا فيها بتحتوي على زر واحد مكتوب فيه اوبن ريبورت. نروح هنا على السورس، طبعا السورس اللي هو موجود فيه بس التبل اكشن، لو طلعت هنا فوق ما راح يكون فيه كود، انا بس كاتب وين الكود في الاكشن تبع البوتون، هاي هذا الكود تمام. طيب هلا بنحط تراي كاتش في كل شيء، لانه ايش انا بتعامل مع سيرفر، بتعامل مع ملفات، هذا بتعامل مع سيرفر وهذا بتعامل مع الملفات، يعني كله بتعامل مع ملفات الاي او تمام. فانا لازم اعمل ايش، اعمل له تراي كاتش. طيب نيجي هنا كلاس دوت فور نيم، بقول لكم دوت ماي سيكوال دوت جي دي بي سي دوت درايفر، هذا المشغل تبع الماي سيكوال داتابيز تمام. انا قلت ايش، عملت له تفعيل. طبعا لازم انت تعمل تروح على الاكزام كنترول وبتعمل ستارت الاباش بتاع الماي سيكوال تمام. عرفنا ليش احنا بنفتح هذا تمام. طبعا هذا بتلاقيه الشرح في موجود في قواعد البيانات، شرحت عن الماي سيكوال، فيك تروح تفتح على القناه، تروح في عندك في بلاي ليست اسمها دوت قواعد البيانات في الجافا تمام. طيب بعد كده بعد ما عملت له تشغيل للدرايفر، حاجه اقول له اعمل لي كونكشن درايفر مانجر دوت جيت كونكشن، عندك جي دي بي سي طبعا تكتب لوكال هوست، في عندك هنا بعد اللوكال هوست حتكتب اسم قاعدة البيانات اللي تاخذ منها البيانات تمام. وبعد كده بتكمل عادي جدا، هي عشان تقول يوز ان كود يس شاركتر ان كود يو تي اف، انك تستخدم يو تي اف انه يقبل اللغه العربيه. وبعد كده بقول له انه ايش الروت، الروت هي اليوزر نيم، اليوزر نيم طبعا الديفولت روت تمام، باسورد ما في باسورد تمام. عرفنا شقه اللي هي او كود الاتصال. حنيجي هنا سترينج باث، هذا سترينج باث اللي فيه مسار الايش الجي اكس ام ال اللي هي الجاسبر ريبورت، حيكون فيها مسار الريبورت التبعي. طيب اجيت مثلا واحد لو قال لي طب انا لو اخذت المسار هذا كله طبعا هذا على البروجكت وحطيته مثلا هنا تمام، يعني ما كتبتش بس بوك او جي اكس ام ال وكتبت حطيت المسار هذا كله، طبعا انا حقول لك هذا صح جد صحيح جدا تمام، بس لكن هذا بزبط بس على الجهاز تبعك. لكن لو انت نقلت البروجكت هذا وحطيته على جهاز ثاني وجيت تفتحه عملت اوبن لا ريبورت ما راح يفتح، هيطلع عندك خطا تمام. ايش هو الخطا؟ انه عندك بقول لك انه هذا المسار مش موجود او هذا الملف هو مش قادر يوصل له تمام. طيب يعني اكيد انه هو مش كل جهاز في عندك الملفات هاي، يعني مثلا واحد الجهاز ثاني مش حلاقي عنده في الاي بروجرامينج جافا او مثلا جاس وبعديها جاسبر ريبورت بعديها ريبورت بروجكت تمام. فهذا انت عشان تحفظ اللي هو انه يفتح هذا الريبورت على اي جهاز بس بتحط ايش البوك جي ار اكس ام ال تمام، لانه هو اصلا موجود في ملف المشروع، فانت وين ما تنقل المشروع هو حيكون معاه. طيب هلا بعد ما عملنا الباث سترينج الباث، قلت انا بدي احمل هذا الريبورت تبعي تمام. طيب ايش بجي بقول له؟ بجي بقول له جاسبر ريبورت طبعا اسمه جي ار جاسبر كومبايل مانجر دوت كومبايل ريبورت، عمل لي كومبايل للبوك تبعي اللي هو الباث تمام. طيب بعد ما عملت له كومبايل، حاجة اقول له جاسبر برنت اطبع لي اياه، حاجة اقول له جاسبر دوت فيل مانجر دوت فيل ريبورت، املا لي الريبورت في ايش بالجاسبر ريبورت. حاجة اقول له هو بياخد ثلاثة باراميتر، الباراميتر الاول حياخد الجاسبر ريبورت، الباراميتر الثاني حياخد الباراميتر، طبعا انا ما عندي باراميتر فحتكون نال، الباراميتر الثالث وهو الكونكشن الاتصال. فانا لازم هذا ضروري جدا مهم جدا مهم جدا، لو انا ما حطيتش الاتصال ما راح يقدر يجيب لي البيانات تمام. فانت لازم تعطي له الكونكشن عشان يقدر يجيب منه البيانات ويعرض لك اياهم. طبعا انا بعد ما طبعتهم حاجة اعملهم جاسبر ريفيور دوت فيو ريبورت تمام، هذا حيعمل لي عرض للريبورت تبعي. طبعا هنا بدي له ايش جي برنت، انا بدي اللي هو الجاسبر برنت اللي انا طبعته على الريبورت عشان ايش عشان اعرضه. طيب لقيت في عندي هنا بارامتر ثاني مثلا هو ايش الجي اكس ام ال، لو انت تشوفونه في عندك الاز اكزيت اون كلوز تمام، هذا بوليان از اكزيت اني كلوز، يعني لو انت ضغطت على هو الديفولت 2 تمام، يعني انت لو ضغطت على الريبورت تبعك حيسكر لك اياه تمام. طبعا حيسكر كمان ايضا اللي هو البرنامج تبعك. طب نيجي نجرب نعمل هنا ران، نعمل هنا اوبن ريبورت، طبعا هو شوي حياخد وقت، طبعا هذا وورنينج مش ايرور تمام. طبعا هاي ايش الجاسبر فيور طبع لي الريبورت، جميل جدا تمام، هذا هو الريبورت طبع لي اياه. لو رحنا على الصفحه الثانيه هاي هذا ايش التشارت تبعي تمام. طيب حلو جدا جدا. طيب طب انا لو بدي احفظ بعمل هنا سيف، لو انت شايف ان السيف بحفظ لي اياه بي دي اف ار تي اف مثلا
بتطبع لك هي على شكل وورد HTML، ممكن تقول لك على شكل اللي هو الاكسل، تمام؟ يعني ممكن كمان XML، ممكن تطبع لك اياه او اعمل لك الاكستنشن تبعه باي صيغه بدك اياها، تمام؟ طبعا هو جميل جدا الجاسبر ريبورت، لو انت بدك تصنع واحد من الصفر راح ياخذ معك وقت كثير، عشان مثلا تعمل PDF مثلا وورد اكسل والى اخره، تمام؟ طبعا هذا هو بالنسبه للجاسبر ريبورت، تمام؟ طبعا قلت لو لاحظته، لو سكرته انا هذا، لو سكرته حيسكر مع البرنامج، تمام؟ طب لكن انا ما بديش كده، ايش بش بقول له؟ بحط لي فولد، طبعا هو الديفولت ترو، تمام؟ فانا لو عملت له هنا فولس، هو يعني لو هو سكره بس حيسكر الجاسبر ريبورت، عمل اوبن، ناخذ شويه وقت بس، تمام؟ طيب بعد كده قلت لو انا سكرته، لو انتم ملاحظين بس سكر ايش الجاسبر ريبورت، تمام؟ طبعا هذا هو بالنسبة للدرس. طبعا نشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم.